في أيام المأمون العباسي ظهرت فرقة منحلة فاسدة أخلاقا واعتقادا يتزعمها رجل يقال له بابك الخرمي، واستطاع بابك الخرمي بانحرافه الاعتقادي والدعوة إلى العلول أن الله يحل في مخلوقاته والانحلال الأخلاقي والجنسي أن يكون جيشا شكل معارضة مزعجة للمأمون. وقد حالت المنية دون أن يقضي عليها المأمون، فلما جاء المعتصم بعد ذلك استطاع أن يقضي على هذه الفرقة وأن يقتل رؤساءها وزعماءها. إلا أن هذه الفرقة استعانت قبل ذلك بملك الروم وزينت له اجتياح المدن الإسلامية، وبالفعل اجتاح ملك الروم المدن الإسلامية مدينة تلو مدينة، فكان يقتل الرجال ويسمل أعينهم ويهتك أعراض النساء. فلما جاء عند عمورية صاحت امرأة شريفة النسب علوية يقال لها شرات ومعتصمة، وكان المعتصم في بغداد، فلما وصله نداء الاستغاثة من عمورية هم أن يعد الجيش لاقتحام عمورية، إلا أن بعض المنجمين الذين كانوا عنده قالوا له إننا نرى في الطالع أنك لو خرجت هزمت، فلم يلتفت إليهم ولا إلى طالعهم المزعوم وتوجه حتى انتصر. ولذلك قال أبو تمام الشاعر الشهير بعد ذلك: يمدح المعتصم السيف أصدق إنباء من الكتب، في حده الحد بين البيض واللعب، بيض الصفائح لا سود الصحائف، في متونهن جلال الشك والريب. سار المعتصم بجيشه حتى وصل إلى نواحي عمورية، فكان في ذلك الحصار الشديد والبأس العظيم على ملك الروم وحزبه. بدأ حصار عمورية في السادس من رمضان من سنة 223 من الهجرة، وعمورية مدينة عظيمة ذات سور منيع وأبراج عالية كبيرة، وقد تحصن أهلها تحصنا شديدا وملأوا أبراجها بالرجال والسلاح، لكن ذلك لم يفت في عضد المسلمين. وقد بعث إمبراطور الروم برسوله يطلب الصلح ويعتذر عما فعله، إلا أن المعتصم لم يلتفت إليه، وبدأت المناوشات بتبادل قذف الحجارة ورمي السهام، وقتل الكثير. وكان يمكن أن يستمر هذا الحصار مدة طويلة لولا أن أسيرا عربيا قد أسره الروم دل المعتصم على جانب ضعيف في السور، فأمر المعتصم بتكثيف الهجوم عليه حتى انهار وانهارت معه قوى المدافعين عنه. فدخل المعتصم عمورية في السابع عشر من رمضان من سنة 223 من الهجرة، ووقف ملك الروم أمامه يعتذر إليه، والمعتصم يوبخه على ما صنعه في المرأة العلوية. وهكذا فتح المسلمون مدينة عمورية وأخذوا منها أموالا كثيرة وأسروا أعدادا من الروم افتدي بها أسر المسلمين. امرأة مسلمة تقول: ومعتصماه في أطراف الشام، ويصل نداؤها إلى المعتصم في بغداد، ولم يلتفت المعتصم إلى عظمة الإمبراطورية الرومانية ولا لانشغال المسلمين على الجهاد ولا لتثبيط الهمم من بعض المنجمين، فيسير جيشه ويفتح عمورية ويرد للمسلمين قبل هذه المسلمة اعتباره. واليوم كم من كلمة قالت بها امرأة مسلمة واستغاثت ومسلماء ومعتصماء، رب ومعتصماه انطلقت ملء أفواه الصبايا ليتمي، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. تقع مدينة عمورية في منطقة الأناضول الموجودة في تركيا، وتحديدا في منطقة الوسط الغربي، وقد تم تأسيسها في العصر الهليني وأصبحت ذات مكانة كبيرة في زمن البيزنطيين، ثم أصبحت مهجورة بعد هجوم الخليفة العباسي المعتصم عليها. وأطلالها اليوم بالقرب من قرية حصار كوي في محافظة أفيون في تركيا.